خيارات متعددة لشراء الأضحية في السودان هذا العام، ورغم توافر المعروض إلا أن سعر الخروف الجيد قد يصل إلى نحو 250 دولارا في بلد يمتلك أكثر من 100 مليون راس من الماشية. الجديد هذا العام هو دخول الوزن كخيار للشراء، ورغم أن التجربة قصد بها علاج فوضى الأسعار إلا أن المعروضة لا يلبي حاجة المواطن من حيث الجودة والحجم. ضان المعروضة أغلبه كده ما بيرضي طموح المستهلك لعلل كثيرة موجودة، يعني من حجم البهيمة لشكلها لكده، وهي شعيرة، يعني الواحد بيكون عاوز يقدم أجمل ما عنده كده غربان لله سبحانه وتعالى. هنا نموذج آخر أدخله القطاع الخاص، وهو البيع عن طريق فئة مقسمة حسب الحجم والنوع، وتتراوح الأسعار بين 100 و150 دولارا. والله في أقبال ومريحة بالنسبة للمشتري، بتدي خيارات كثيرة في السعر وفي النوع. يعني في السعر عندك خيارات ثلاثة أو أربعة، السنة ما كان أربع خيارات، السنة الحصرة هي ثلاثة، وبالإضافة للسعر كذلك وعندك خيارات في السعر في النوع. الخيارات المطروحة وجدت إقبالا ورضا من المواطنين، حيث وفرت عليهم عناء المفاصلة في الأسعار. يعني الأسعار كلها، الخرفان السمحة باثنين شوية، 1,800,000. المهم في النهاية يجينا عندي المصنفين على ثلاثة أصناف، عندهم بمليون، 1,300,000 ومليون ونص. ما بيتاخد الا ابو مليون ونص، يعني ابو مليون ده حاجه بس، يعني الواحد يرضي بها بس. ارتفاع سعر الاضحيه عزاه تجار ومربو ماشيه الى ارتفاع كلفه العلف والنقل. رغم ارتفاع سعر الاضحيه هذا العام، الا ان تسعيرها وفقا لفئات مختلفه اتاح الفرصه امام كثير من السودانيين، خاصه محدودي الدخل، لشراء خراف من الفئات الاقل سعرا، كما انه حد كثيرا من دور سماسره السوق، والذي كان سببا مباشرا في ارتفاع الاسعار في السابق. طارق التجاني، سكاي نيوز عربيه، الخرطوم.